هذا وتشهد مملكة البحرين انخفاضا ملحوظا في أعداد الحالات القائمة اليومية وارتفاعا كبيرا في أعداد الحاصلين على التطعيم المضاد للفيروس، حيث أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية الطبي خلال برنامج بكم نعود أن هذه الأرقام تبشر بانفراجة قريبة وعودة الحياة إلى طبيعتها في مملكة البحرين. تصدر الوعي المسؤول بضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل أفراد المجتمع كافة المشهد بمملكة البحرين في ملف التصدي لفيروس كورونا، فتمخض عنه نتائج إيجابية حصدها المواطنون والمقيمون وفريق البحرين الذي واصل الليل بالنهار. تلك النتائج تحدثت بلغة الأرقام وأعلنت الانخفاض المتواصل الذي تشهده أعداد الحالات القائمة اليومية. طبعا نزول الحالات هذا أكثر شيء يمكن تسمع الكل مرتاح من الموضوع، الكل يعني يبغي أنه يرجع الحالات الطبيعية، وفي شعور من الفرح والرضا للناس كلها، الناس الطواقم الطبية والتمريضية كلها مرتاحة. بس هذا الرقم هو نتيجة طبعا ارتفاع نسبة التطعيمات، الالتزام اللي شفناه من جميع المواطنين المقيمين بكل التعليمات، لأن التطعيم في حد ذاته احنا قلنا يقلل، هو لا يمنع، لا بيوصل، يعني ما راح يوصلنا في حد ذاته الى ان ما في ولا حالة كورونا، بس الالتزام اللي شفناه ودرجة الوعي في المجتمع البحريني كانت جدا جدا عالية، اللي ساعدت فعلا. وفي هذا يعني احنا نشكر صدق الطواقم واللي يشتغلون في الصفوف الأمامية، بس شكر للجميع موصول، لأن هذا تعاون كامل، هذا تعاون، ما في فرد، ما في شخص عيش فيه على أرض مملكة البحرين ما ساهم لا في نسبة التطعيمات اللي ارتفعت لأن وعي المجتمع اللي هو اللي خلاهم يأخذون تطعيمات، ولا في تقليل الحالات. ولطالما كانت وما زالت مملكة البحرين من الدول السباقة في توفير مختلف اللقاحات الآمنة والفعالة ومتابعتها المستمرة للبروتوكولات العلاجية، نتج عن ذلك كسر المملكة حاجز 1,000,000 لجرعتي التطعيم جراء الإقبال الكبير من قبل جميع أفراد المجتمع صغارا وكبارا على الحملة الوطنية للتطعيم. كل التطعيمات الموجودة في مملكة البحرين أثبتت التجارب العلمية فعاليتها وأمونيتها، كل ما ارتفعت نسبة التطعيمات هذا يوصلنا إلى المناعة المجتمعية اللي احنا نتطلع إليها، 70% يكون زين، احنا نبقى 80-90%، لأن كل ما تقلل تزيد المناعة تقلل من انتشار الفيروس، الفيروس موجود، انت كل ما عندك يكون مناعة هذا شو اللي بيساعد عليه؟ يساعد اني اني اخذ العدوى من الشخص المصاب، لو اني اصابني ما تطلع علي الاعراض وما تكون عندي الحالات اللي هي المتوسطه او الشديده او حتى العنايه المركزه، ما تكون في وفيات لا سمح الله. وفي نفس الوقت احنا طبعا النتائج الاوليه في مملكه البحرين حتى على مستوى العالم، اللي ما اخذ تطعيم حتى لو اصيب ما ينقله بنفس الدرجه الى الشخص غير المتطعم. كل فرد في المجتمع مسؤول بوعيه والتزامه عن خفض معدلات الانتشار، فمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة أساس نجاح مختلف الجهود، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في كافة مسارات التعامل مع الفيروس.